مساء الخير يا جماعة. النهاردة الأربعاء 16 مارس 2022، والمحاضرة بتاعت النهاردة هتقدمها لنا الأستاذة أميرات السكري بعنوان Quantum Feelings. تفضلي يا أستاذة أميرات. اوكي، اهلا بكم جميعا وميرسي قوي. انا ميرات السكري، انا خريجه اقتصاد، اشتغلت 35 سنه في عالم المال بكل اشكاله، في بنك وفي شركه، في اخر حاجه كان عندي شركتي الخاصه استشارات ماليه، اشتغلت في البورصه المصريه كان ليا بصمه جامده، واشتغلت في مشروع الخصخصه جامد جدا. 2007 هحكي لكم حاجه صغيره، عييت جدا ما كنتش فاهم عندي ايه، واتلطشت بقى دكاتره وحاجات كده، في الاخر قالوا روماتويد ارترايتس، خدت الادويه طبعا مع دكتور كبير في مصر، بس كنت موجوعه جدا جدا وتعبانه جدا، دي بدايه رحلتي. وبعدين اكتشفت حاجه، حد قال ما هو انا ظهري للحيط بقى، انا موجوعه وباخد دواء وبيعمل لي مضاعفات وحشه جدا، عينيا بتروح، شعري بيقع، موجوعه موجوعه جدا، بين بقى فظيعه. فأهم حاجة كانت البين، واللي هو عليه خناقة ما ينفعش تاخدي كتير لأنه بيبهدل الكبد وكده. فأنيواي حد عرفني بهوميوباثي، ودي كان أول مرة في حياتي أتعرف على حاجة مش متعرف عليها قوي، يعني بالنسبة لي يعني عالم تاني. يعني أنا ولا كنت بقرأ في تنمية بشرية ولا ليا في الحضارات دي، أنا واحدة ماشية كده ساينس بتاع الايكونومكس او فاينانس او العالم المال، وده عالم جابت. وبعدين انا خفيت بسرعه لان كنت بشتغل بحاجه قبلها، وبتوع الهوميوباثي اللي قالوا لي الكلام ده، كنت كمان لقيت حاجه بالصدفه، انا قاعده في السرير بقى، قفلت المكتب وقاعده في السرير بجد، لا ده ما بقومش الا قليل جدا جدا، ما بقدرش اسوق، ما بقدرش، كله بيوجع. فاني واي الوقت كتير قوي، بالصدفه ربنا بعت لي حاجه اسمها ايموشنال فريدم تكنيكس اللي هنتكلم عليها النهارده، وفيديوهات انا كنت مبرق عامله بجد، عامله كده، وكنت قاعده في السرير اطلع كده، لما اطلع اقول لجوزي، يقول لي طلعتي من الكهف، اقول له بيعملوا حاجات غريبه جدا والناس بتخف، انا مش فاهمه حاجه، وابعد حاجه في حياتي اتخيلها لسبب ما رباني طبعا، ان انا كنت بعمل معاهم، مع ان الموضوع ما كانش مواضيع، يعني النهارده هنتكلم عليه، وغالبا ده ساعدني اشتغلت على نفسي، فضيت بقى غضب، فضيت حزن، فضيت غل، فضيت غيره، ما كانش عندي غيره بس يعني ايا كان بقى، فضيت احساس بالقله، فضيت احساس ما عنديش ثقه، ايا كان بقى، فضيت احكام على نفسي قويه جدا، لان انا شويه كنت متفوقه بزياده، انا متخرجه من الايكونومكس 4.0، وكان عندي 24 سنة، كنت اوريدي كاتبة كتاب في الاقتصاد المصري بيتنشر في أمريكا ومصر، كنت شايفة نفسي، فكان عندي جادجمنت، بس كان عندي جادجمنت على نفسي، ده لازم أحسن وأحسن، وده من أسباب برضه الروماتويد. الروماتويد له يعني كل مرض له بصمة، دي من الحاجات اللي بتضغط على الناس، بتضغط على نفسها جامد جدا جدا. anyway كله حرب حرب حرب، وعالم المال كمان عالم رجولي أو رجالي، فهو عالم مش سهل، وانا كنت متفوقه فيه، فده ما كانش سهل. فانا لغايه دلوقتي اوقات الاقي نفسي بعيط، ان انا كنت ضغط على نفسي جدا جدا، من 3 ايام كنت بعمل جلسه لنفسي اي اف تي، انا عيطت كتير قوي على كورس معين خدته جوه البنك كان يوازي ماجستير تانية، بس كان الضغط، فابتديت افهم قد ايه كنت ضغط على نفسي. المهم يعني الرحله دي وصلتني للحاجه الجميله اللي انا اتعلمتها من 2008 اوائل 9، انا عرفت ازاي لما ببص على الايميلات، امتى ابتديت بقى ساين اب واقرا واعمل وكده، وكان شغف غير طبيعي، لان انا شفت حاجه ما تنفعش تتشرح، ازاي حد شايله كل الالام دي مثلا، انا كده مقدمه بقت طويله شويه، شايله الالام دي كلها النفسيه، وايه بقت كويسه في ساعه في سيشن انا بتفرج عليها، لان انا كمان كنت الماينر بتاعي او الدراسه الثانيه بتاعتي سايكولوجي في الجامعه الامريكيه، فانا كنت فاهمه الحاجات دي بقى على فرويد وعلى الثيرابي وعلى كده، دي حاجات تاخد كتير قوي، وناس تقعد 8 سنين تروح عشان ابوها كان بيضربها جامد، ما بيتعالجوش قوي يعني، بيفضلوا ديبرست سنين وكده، وطبعا في حاجات اوحش. فانا كنت برضو عشان كده مبرقه، هو ازاي ده بيحصل، وكنت بعمل على نفسي حتى مواضيع مش تبعي، وهنحكي النهارده ده. فلما خدت الهوميوباثي، الهوميوباثيست اتخضت، انا خدت الهوميوباثي 4 ايام، انا ما كملتش حاجات، وتحسنت جدا لدرجه بطلت الدواء، وده ما كانش صح لان الدواء ده بينسحب.
ولكن بطلت وخلاص. وقعدت 6 شهور خايفه اروح للدكتور اللي بروح له 3 شهور، اقول له هيهزقني هيهزقني جدا يعني. بس في الاخر عملت تحاليل ورحت له، يعني دي قصه مختصره، وما قلتلوش ما بقدرش خالد الحديدي يعني، هو كان صارم جدا. ايامها كان حد قال اعملي بتاع النحل، فجيت اقول له يا دكتور ينفع بتاع النحل؟ شخط فيا شخطه غير طبيعيه، قلت لا بلاش. فايه قلت لا هقول له بقى بعمل حاجات عجيبه يا فتي، لا ده هيتجنن عليا. وان انا بطلت الدواء اصلا لوحدي طبعا، تبطيلي للدواء ده بعد كده فهمت دي كانت رساله الهيه. انا صحيت الصبح بصيت له كده قلت والله ما انا واخداه، ولا ارياء وعارفه ان لازم ينسحب بالراحه واستحاله اعمل كده، ولا البين كيلر ولا بتاع ولا حاجه. انا فاكره المنظر ده كويس، انا مش هاخده. في حين ان قبلها انا كنت لما بسافر سفريه فلوس كريدت كارد كله ممكن دي. ده عايزه احطه جوه جسمي لانه لو ضاع مني انا هتسوح، ما اقدرش ابقى من غير دوايا يعني. فده كان اهم بند. فانا بصيت له قلت لا مش هاخده. المهم رحت له بعد 6 شهور كشف عليا، فراح قال لي انت احسن مره اشوفك. قلت له الحمد لله يا دكتور، ينفع نقلل الدواء؟ انا مش قادره اقول له لا شايلاه فشخط فيا تاني. نقلل الدواء ده ايه؟ قدامنا سنتين نراقبك على نفس الجرعه. قلت له ميرسي يا دكتور، ما شفتوش تاني بقى. نزلت بقى قلت الحمد لله خلصت بالقصه وكده. خليني نتكلم بقى على ايه هو الاي اف تي، انا هعمل شير وايه القصه اللي حصلت معايا دي. كوانتم فريدم هو العلم اسمه ايموشنال فريدم تكنيكس، او تقنيات مش تقنيه واحده، التحرر من المشاعر السلبيه. انتوا شايفين الشير صح حاليا؟ اوكي انا هعتبر انه اوكي. سو ولكن انا ليه النهارده بتكلم على حاجه اسمها كوانتم فريدم؟ لان انا اوكي ابتديت في 2013، انا اتعلمت طبعا في 2010، اخر 2010 رحت درست بقى كامل، وانا بقى بحب الدراسه. قلت لا مش هتفرج انا على فيديوهات وده يكفيني، وانا كنت متعلمه كويس قوي. صممت بقى اروح ادرس واخد الشهادات، وعملت كل الليفلز طبعا لغايه اخر حاجه، والحمد لله اسمي بقى من الاسامي القويه عالميا في الاي اف تي. ولكن في 2013 كنت اوريدي بشتغل في حاجات معينه سيشنز، يعني نزل عليا حاجه بس انا ما كنتش فاهمه ازاي اشتغل مع الفلوس بطريقه معينه واكلم طاقتها. كانت حاجه كده كنتش عارفه اسميها، كنتش عارفه هي ايه، بس كنت بقرا في الكوانتم وبقرا في ده وبقرا في كل حاجه. انا مشيت بالعرض وما مشيتش كده. اكتر الناس اللي بتدرس حاجه مثلا عايزين يدرسوا ريكي يروحوا يدرسوا ريكي، عايزين يدرسوا كاكس يروحوا يدرسوا اكس. انا اللي حصل معايا رباني برضو، والله ما فيش حاجه كانت منويه او ناويه، بس انا مشيت بالعرض. يعني ايه بالعرض؟ كنت شغف غير طبيعي، جنان جنان، ان انا بقرا كل حاجه بتجيلي وساين اب على كل حاجه، افهم اقرا ريكي اقرا مش عارفه ايه اقرا كوانتم اقرا، وكلهم بقى الجوروز اللي ما حصلوش. كان في طفره غير طبيعيه، التوبس ما بين 2008 و2012 13 15 التوبس قوي. فقريت بقى التوبس توبس والجورو ده، وبقيت بقى عايزه اسافر لهم وعايزه احط كل فلوسي ليهم، وقابلت منهم ناس مختلفه. فسمعت كتير كتير، لا انا بكلم عن بجد بجد بالساعات. جوزي سماني في الكهف، يعني كانت ما بشبعش، فبقضي بالثمان وعشر ساعات من عمري انا خلاص بقى قافله المكتب ومفيش فايده، ما بعملش الا ده من كل كل من كل كل من كل كل. فنزل عليا حاجه، ويمكن عشان انا طلبتها، وهنتكلم عن كوانتم النهارده برضه. إن كنت دايما أقول سؤال، لأن بقى يعني طالبة عادية طالبة شاطرة بس مش فاهمة، بقول يا رب طيب هم دلوقتي في ناس بيقول بيعملوا حاجات تولز، هم جابوها منين؟ ده كان سؤالي لربنا. يعني هي مش من كتاب وبينقله يعمل بحث منه؟ لا، ده في واحد نزل عليه حاجة كده بيعمل كوانتم جامبينج، طب عملها ازاي؟ واحد تاني نزل عليه بعرفش ريكي، طب ازاي؟ فربنا وراني ورد عليا. في يوم انا دايما بتنزل عليا الحاجات في البحر، وانا بحب البحر قوي، فعين سخنه بعوم، لقيت حته مش كامله حاجه كده، وكان كاني بسمع في وداني برضو، ما كنتش بفهم ان في حاجه ناس بتسمع وناس بتشوف وناس بتحس، لا ما كنتش فاهم، بس كاني سمعت في وداني هي بتيجي كده. يعني احنا اديناكي معلومه دلوقتي، معلومه مش كامله بس معلومه.
وبعدين جرب بقى على نفسي، جرب على كلاينت ببلاش، طب تعالى 2012 كده. تطور تطور تطور، ما كنتش بقول لهم عارفه اسميه ايه. فلقيت مره اطلع على سامت اجنبي وضغطاني بقى الست في الاسبوع ده لازم تبعت لنا اسم اللي بتعمليه ده. قلت له خلاص اسمه كوانتم، اسمه كوانتم، ما كانش كوانتم فريدا، كوانتم ماتريكس، كوانتم والت ماتريكس، كنت بتكلم على الفلوس. وتطورت بقى حاجات كتيره قوي. فليه كلمه كوانتم؟ يعني انا عارفه الكوانتم دلوقتي بتستخدم كتير وكل الناس عايزه تسمي نفسها كوانتم، بس كلمه كوانتم يعني اصلا كوانتم فيزيكس، هنا في مهندسين اللي هي من الكوانتم فيزيكس اللي هو فيه احتماليات كتيره قوي، في احتماليات كتيره قوي، هي دي الكوانتم. يعني كمان كلمه كوانتم معناها ان احنا نوصل لاصغر أصغر 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 أصغر، يعني الأتوم دي أو أي، مش عايز أتكلم ساينس، أصغر حاجة ممكنة في الكون اللي هي الكور. إيه اللي سبب لك المشكلة دي؟ أنا بدور على مع الناس إيه اللي سبب لك الحاجة اللي أنت فيها دي، وعشان كده بيمشي سريع جدا. أوكي، النهاردة هتعلم الـ EFT، والـ EFT يعتبر بذرة الكوانتم، لأن الـ EFT شغال بسرعة جداً جداً. الـ EFT هو Emotional Freedom Techniques، تقنيات التحرر من المشاعر السلبية، لأنه الـ EFT ما بيدورش بقى وليه ومش عارفة إيه ومعلش حبيبتي بابا ضربك كنت صغيرة ما كانش قصد، ما بيشتغلش كده خالص، ولا بيعمل Diagnosis لأمراض ويقولك أنت بقيت عندك Paranoia ولا عندك Depression، ما بنتكلمش في كده، ولا بيعمل Therapy كلام. هو بيدخل يشتغل على أصغر حتة فين تحط في جسمك المعلومة دي، والمعلومة دي لما عارف أشيلها أنت بتروق. وطبعا هم معلومات كتيرة طبعا، يعني ممكن حتى الأمراض ما هي إلا معلومات دخلت ملخبطة على السيستم، فلخبطت السيستم منها هي مشاعر سلبية تحوشت. وده مش كلامي أنا، دلوقتي كل ناس بتتجه، وممكن يعني تسألوني في النص، بتتجه للكلام ان الامراض ما هي الا ايموشنز. انا عارفه هتقولوا بس في فيروس وفي كذا، يس، مش معنى انا لقطت الفيروس، مش هتكلم على 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 الامراض، لان انا برضو تخصصت فلوس وامراض عشان كان عندي المرض، فقريت فيه كتير برضو وبهواه، وغالبا برضو ربنا بيساعدني فيه، يعني بحس المعلومه بتجيلي من غير جهد مني. بس anyway، فلما بنشتغل بالكوانتم او بنشتغل بالاي اف تي احنا بنشتغل على ليفل تاني، بنشتغل على ليفل تاني. اسمه الاسم يعني كوانتم از ماي نيم، الاسم اللي الشائع لغايه النهارده اي اف تي، وانا بتكلم كتير بقول اسمه اي اف تي طبعا، لان انا بدرس اي اف تي وانا بتاعت الاي اف تي ولا اي اف تي، بس ان رياليتي برضو انا بحاول دلوقتي اعمل شيفت اقول احنا بنشتغل على مستوى الكوانتم. واللي يشتغل على نفسه هيكون بيشتغل على مستوى الكوانتم، لو ابتدى يدرك جواه ان this is what he's doing، هو ده اللي بيعمله. فلو حطيت في عقلي او في عقلكم، انا حتى لو بعمل الحاجه البسيطه اللي هوريها لكم دلوقتي هي مش شالتها بس عادي، لا انا عايزاكم تحطوا، لا ده انا جبت الجدر انا اشتغلت على ليفل تاني كوانتم، يعني ربنا يعني فوق، انا اشتغلت فوق الماتريكس، انا عديت الماتريكس. لو هنعتقد ان احنا في ماتريكس او ان احنا في محبوسين في حاجه طاقيه معينه حتى مهما تكبر، لا احنا هنعدي لفوق، يعني هنطلب من ربنا الحاجه وهتتحل هناك، يحلها فوق وإيميديت، بيكون اللي هو كأنه كل شيء يكون فيكون. طبعا احنا بني آدمين مش في ثانية هعمل كل شيء يكون فيكون، ولكن هي دي it's possible، هي دي الإمكانية، هي دي الإمكانية. المهم مش ده اللي كنت ناوي أقوله خالص، أنا اتحولت anyway لربنا بيأذن لي. فanyway تعالوا نتكلم على الكوانتم فريدم. كلنا عايزين ايه في الحياه؟ هنتكلم بسيط حقيقي، مهما نكون مين وفي اي بلد في العالم كلنا هي نفس الحاجه، عايزين صحتنا تبقى كويسه، عايزين شويه فلوس طبعا عشان نرتاح، ممكن عايزين فلوس زياده شويه عشان نتدلع مفيش مشكله، عايزين علاقاتنا تبقى حلوه مع اولادنا اصحابنا ازواجنا كده، وعايزين اهم حاجه كمان inner peace، عايزين قلبنا ده يرتاح، عايزين نبقى ننام نبقى مرتاحين. كلنا لو سالنا عايزين حاجه، عايزين نبقى سعداء، بنسميها سعداء، لكن كتير مننا خايف وحاسس مش متخيل يبقى سعيد اصلا. في قصه سعيد، يعني انا اشتغلت كتير هابينس، الناس كانه انت بتقولي ايه هابينس يعني دي بعيده، اوكي معلش عشان
الناس يعني خليه بس مرتاح. حتى ما عملت كتابي سميته راحتك في ايدك، ما قلتش سعادتك في ايدك، لان حسيت الناس مش قادره تصدق ان ينفع. ده عملته برضه في 2014 كان لسه بدري ان ينفع يسعد. خلينا نتكلم فيه، احنا عايزين انر بيس، عايزين صحتنا احسن، فلوسنا احسن، علاقاتنا احسن. انا دلوقتي بقيت اتكلم فيه، مش بقول بقى مطلق، بقول لا صحتك احسن شويه، مراحل بقى احسن شويه. اوكي، فده اللي احنا عايزينه. طيب الماجيك واند، هي فعلا كانها ماجيك واند والله، كانها عصا سحريه. واي حد اتعرف، ما اعرفش مين هنا يعرف عن الاي اف تي، نازلي اكيد طبعا سمعت وعارفه، بس ما اعرفش مين تاني. اي حد اشتغل بالاي اف تي شويه، مش شويه يعني سنين، شهر وممكن ثلاث جلسات عملها على نفسه من عن طريق الفيديو ببلاش او راح لحد، ما تفرقش، ممكن يقدر يعمل زي السحر. دي كلمه بتطلع من بق الناس، هو ايه ده سحر؟ لان الناس مش متخيله ان حاجه بهذه البساطه ممكن تساعد لهذه القوة. وحتى الراجل اللي نزلت عليه برضه، هو أمريكاني ولسه عايش، هو مهندس، جاري كريك، ده من مهندس من ستانفورد، دايما يقول هي كأنها سحر، وهي الناس مش بتحب تصدق ان في سحر، بس هي كأنها سحر، لكن هي مش سحر. كمان اللي عايزة أقوله هي، عشان هنشوفها دلوقتي قد ايه هي بسيطة، أظن هو أينستاين اللي قال الشيء لما يكون معقد وصعب يبقى لسه ما وصلناش لاحسن حاجه له. عشان كده يعني الثيريز اللي هي نص سبوره دي او الفورمولا، ما وصلوش لسه للفورمولا الصح. الفورمولا الصح بتكون قصيره وسهله، فالاي اف تي قصير وسهل، وهو فعلا حل قوي جدا. اوكي، الماجيك وان، الماجيك وان دي احنا عايزينها عشان نعمل ده. انا متهيألي شوقتك شويه، أنا عايزة نجرب مع بعض حاجة صغننة، وبعدين نتكلم أكتر بقى عن إيه هو العلم ده وإحكايته والبيسكس بتاعته إيه وتبسطه كده، ونكون جربناه على نفسنا دلوقتي. فهنعمل الآتي. أوكي، بس أنتوا ركزوا معايا، أنا حاولت أخلي السلايدز قليلة قوي، عشان أنا مع الزمن عرفت إنه مش محتاجين سلايدز، محتاجين نجرب. أوكي، عايزاكم تبصوا لي انا لو انا باينه كويس، عشان هنعمل مع بعض. انا عايزاكم دلوقتي بس عشان للتبسيط، وعشان نعمل على حاجه يعني تعتبر شائعه، ممكن تكون عندنا كلنا منها حته، وفي نفس الوقت بسيطه نقدر نحل فيها حته واحنا قاعدين. عايزاكم تفكروا في حاجه عامله لكم ستريس في حياتكم، مش كبيره، هو بيشتغل على الكبيره، بس احنا دلوقتي هنجرب على حاجه صغيره، نتعلم. حاجه مضايقاكم، مش عارفين تدفعوا كريدت كارد، حد خبط العربيه، حد اتاخر عليكم قوي، حد رزل عليكم، حاجه مش كبيره قوي بس تعمل عامله لكم توتر في خلال الثلاث ايام اللي فاتوا. اوكي، فكل واحد يفكر في حاجه، وبعدين عايزاكم تعملوا لها حاجه اسمها تقييم، ريتنج من 0 ل 10. 0 مش فارقه معايا خالص، طبعا لو مش فارقه خالص مش هنعملها، يعني مش فارقه معايا، لا، و10 لا انا متضايق جدا 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 جدا، الموضوع ده مضايقني جدا. اوكي، الحاجه دي يعني ممكن تكون ان انا نزلت لقيتهم، انت حصل لي فعلا حد خد مفتاح، خد كل العربيه تسليها، شكله كده بغل يعني، حتى في راجل وقفني في شقه، هو ايه ده، كان بيكرهك؟ قلت له مش عارف، هو اتسلى على العربيه الحقيقه بمفتاح مثلا. بس انا ما اعرفش ليه ما اتاثرتش، يعني حاجه تزعل، بس اي كان، نفترض انا نزلت لقيت كده، او حد خبط لي الفانوس، او الشغاله ما جاتش، او المدير ده متقيل، اي كان، فكروا في حاجه. ممكن تغمضوا عينيكم وتاخدوا نفس عشان تحسوها كده، وقولوها في مخكم، او قولوها بصوت عالي لنفسكم، وقول انا متضايق قد، وهيطلع لكم رقم في قلبكم كده، 7 6 5 4 2 10. وما تقعدوش تتفكروا كتير في الرقم، لان هو مش امتحان، هو رقم دليل بس، دلائل كده يعني، وهو اللي يطلع هو الصح، القلب اللي بيرد. اوكي، فاحنا بس الرقم تقريبا كام كلنا عرفنا، وهتعمله زي بالظبط، اعمله بس اللي انا بعمله، انا حتى هشيل الصوره دلوقتي، مش عايزه الخبطه، لا احط دي، هتعمله زي بالظبط. وهو شكله غريب جدا، هو راجل قال شكله عجيب جدا، لكن بيشتغل، هو فعلا شكله عجيب جدا، وده اللي بيشتغل، ده كمان من الاسباب اللي انا كنت عامله كده، هم بيعملوا ايه. فاحنا هنعمل الاتي، واعمله معايا بليز، عشان لو ما جربتوش مش هتعرفوا تحسوها، مش هتخسروا حاجه، وخلوا عقلكم منفتح، يمكن يكون في فايده في النص ساعه دي، ما حصلش فايده ما خسرناش كتير. اوكي، احنا ناخد 4 صوابع وعلى جنب اليد
المنطقه دي بنسميها جانب اليد، ومش هتفرق شمال ولا يمين لان احنا مقسومين بالنص. اوكي، وهنخبط كده ونقول مشكلتنا. طبعا انا هقول التوتر ده، لان هي يعني لو كان يعني لو كنت بشتغل مع فرد واحد او مع نفسي هقول انا متوتره من العربيه اللي بوظها لي بس او كده، بس انا مش هحبه متوتر هكون زعلانه يعني. فانيوي هنقول بالرغم من التوتر ده، هنقولها ثلاث مرات كده، انا بحب اتقبل نفسي بالرغم من التوتر اللي جوايا ده. وبنقول الجمله دي بالطريقه دي، انا بحب اتقبل نفسي، حاجه غريبه رغم ان انا متوتره بس انا بحب اتقبل نفسي. او لو مش حابه اقول او مش حابب اقول انا بحب اتقبل نفسي، بقول ام اوكي انا كويس. اوكي، هي حاجه بتعمل بالانسنج هنتكلم فيها في الاخر. ثلاث مرات كافيين، انا بفتح فايل في العقل. اوكي، هناخد صبعين ونبدا من اول الحاجب، ان شاء الله تكونوا شايفيني، وهنبتدي نخبط ونقول التوتر ده. بعدين هلف مع العين على العظمه اللي جنب العين وهقول التوتر اللي جوايا ده او التوتر ده، مش هتفرق كتير. وهنزل تحت العين وهقول التوتر ده، وبالراحه خالص مش محتاجه ابقى جامده. تحت المناخير التوتر ده، تحت الشفايف التوتر ده، في الحته اللي داخله. هي دي نقاط مهمه، فانا بس هحكي لكم ليه. بعدين هاخد كفي كله كده وعلى صدري مكان ما الراجل بيربط الكرافته بتاعته بالعرض كده، التوتر ده، التوتر ده. وتحت الباط يعني هنزل اربع صوابع تحت الباط ورجال، وهقول التوتر ده زي ما انتم شايفيني كده، على العظم برضه اللي بيفصل اللي قدام من ورا. واخر واحده هنا على الراس شكلها غريب جدا، التوتر ده. وهنعمل لفه ثانيه بنفس الكلام عشان بس ناخد شويه فايده. التوتر اللي في جسمي ده، اول العين جنب العين اللي هي لازقه في العين، التوتر اللي في جسمي ده، تحت العين التوتر اللي في جسمي ده، تحت المناخير التوتر ده، تحت الشفايف التوتر ده، على الصدر زي ما قلنا كده زي الرجالة يعني، سوري مكان كرافات الرجالة، التوتر ده بالكف كده، تحت الباط التوتر ده، وفوق الراس التوتر ده. أنا هطلب منكم تفتحوا المايك عشان محتاجة فيدباك، بس هنكمل لسه. أوكي، بس هي الهنا دي زي كأننا لو حطينا إيدينا هنا كده على الودان هنا، هي في المنطقة الطرية عند البيبيهات أو منطقة اليهود ما بيحطوا الطاقية، في حاجة هنا حاصلة. أنا هعمل هنا كده، دي آخر التوتر ده. أوكي، هناخد كم نفس وهقول لكم ليه. ثلاث أنفاس يبقوا حلوين، واحد كمان، ولو معانا مية هناخد مية، هناخد بقى مية، نسيت أقول لكم جيبوا مية. أو معلش مش مشكلة، بعد كده تبقى تعمل كده. أوكي، أنا عايزة أفتح بس أشوف الناس اللي كانت عاملة ريتنج حصل معاها إيه سريع، عشان هنكمل حتة وأقول لكم إيه اللي يحصل إيه لما يحصل حاجة. فأنا هسأل السؤال، مين كان عنده رقم ودلوقتي لما بيفكر في الحاجة اللي مضايقاه دي أو توترها دي قلت؟ مين بس يقول أنا حصل معايا كده؟ مين قل الرقم؟ ثانية كده. طيب مين الرقم زي ما هو؟ لو ما حدش قال لي هنسأل مين الرقم زي ما هو؟ ممكن تفتحوا بس تردوا عليا؟ الرقم زي ما هو يا ميرات. اوكي اتس اوكي، احنا عملنا لفتين بس واللفه بتاخد 30 ثانيه فما عملناش لسه شغل قوي. طيب حد تاني زي ما هو او نزل او كتر؟ ممكن تاخد ثلاث حاجات. الحمد لله، من كام لكام اللي نزل؟ نزل من 6 ل 3. تمام، هنتكلم في ده. مين تاني نزل او مين زي ما هو او مين كتر؟ ممكن يزيد. أنا زي ما هو ليلى، أنا زي ما هو. حد زاد؟ محدش زاد، اتس اوكي، بس عشان برضه هنقول لكم الثلاث حالات عشان محدش يتقدر لو زاد يقول لي بقى يعني ده جت تضايقني دي ولا جت تعمل ايه. اوكي تعالوا نعمل تاني بالرغم ان لسه عندي توتر، عشان هي واحده بس اللي نزلت، بالرغم ان انا لسه عندي توتر
أنا كويسة أو أنا بحب أتقبل نفسي، وهي أفضل الجملة دي، بالرغم أن أنا لسه عندي التوتر ده، أنا بحب أتقبل نفسي، بالرغم أن أنا لسه متوتر من الشهر بالموقف ده، أنا بحب أتقبل نفسي. نبتدي تاني من أول الحاجة، التوتر اللي في جسمي ده، يعني بالعين على العظمة، التوتر اللي في جسمي ده، وبنعمل كام خبطة، يقال 7 لـ10، بس مش عايزينكم تعدوا، عشان لو عديتوا هتكونوا بتشغلوا العقل الواعي، احنا مش عايزين نشغل العقل الواعي. واحنا بنقول التوتر اللي في جسمي ده، التوتر اللي في جسمي ده، تحت العين بالراحة خالص، التوتر اللي في جسمي ده، التوتر ده، الموضوع ده، ممكن اقول الموضوع ده تحت المناخير، الموضوع ده، الموضوع ده، وانا بخبط تحت الشفايف الحتة اللي داخله، الموضوع ده، الموضوع ده مضطرني على الصدر، الموضوع ده، التوتر ده، الموضوع ده تحت الباط، الموضوع ده، التوتر ده، احنا هنعمل لفتين او ثلاثة كتير، الموضوع ده، هعمل واحدة كمان عشان بس الناس تنزل، التوتر ده اول الحاجة التانية، التوتر ده جنب العين، التوتر ده تحت العين، الموضوع ايه، وكل واحد عنده موضوعه، تحت الشفايف، الموضوع ده، الصدر، الموضوع ده، تحت الباط، الموضوع ده، وفوق الراس، الموضوع ده. اوكي، هناخد نفس تاني، وعايز اشوف اخباركم ايه. بعد كمان مش لازم تغمضوا عينيكم، انا بغمض عينيكم. اوكي، مين اتغير دلوقتي؟ بنعرف ازاي؟ بنعمل تيست، بنقول الموضوع في بالنا، مثلا انا متضايقه من عربيتي اللي الراجل بوظها لي، واشوف كده واحسوا جسمكم كمان، ابتدوا حسوا جسمكم ايه اللي حاصل، ام ريلابس كذا، والرقم كام دلوقتي؟ هينط في عقلكم رقم تاني، ايه الاخبار؟ برضه ممكن تفتحوا المايك تقولوا لي. انا نزل حد تاني، نزل تاني، بس انا مش حاسه انت اللي كنتي ثلاثه، صح؟ انا حاسه ان انا انا حاسه ان انا ده الرقم اللي بشوفه لما بفكر. اوكي، مش لازم تحسي في جسمك قوي، بس يعني في حاجات ممكن ابقى اكلمك شويه. حلو، يعني دلوقتي كنتي 6. حد تاني نزل؟ ميرات، ميرات معلش عايز اسالك حاجه، هو احنا لما بنقول ايه، احنا بنقول ايه الموضوع ده، ولا بنقول اسم الموضوع اللي مضايقنا؟ هرد على كل الاسئله دي، بس عايزه اكومهم، بس اعرف الريتنج الاول. حد تاني نزل؟ انا نزلت برضو للنص، بس هو لسه عندي رقبتي وجعاني. اوكي، انا نزلت يا ميرات، انا نزلت. ممتاز، انا بس عايزه اقول على الثلاث حالات ونعمل ايه في حاله. طول ما هو بينزل انا اكمل. طبعا لو انا بشتغل مع نفسي بموضوعي هقول اللي جوايا، انا بقى هعلمكم دلوقتي كده، هقول ايه، يعني مثلا لو رقبتي اللي تقفاني دي، رقبتي اللي وجعاني، عامله زي الدبابيس، واقفه ما بتشتغلش، حسب بقى كلمتي، يعني ما في ده، يعني بوصف الوضع لنفسي، بس انا اشتغلت جنرال لجروب، فانا اتكلمت بس بكلمه ستريس، وعشان كده ما فتحتش الفايلات بنفس السرعه، بس اتس اوكي. فدي حاله انه لو بينزل هنكمل، معناه انا ماشيه صح، وهيروح يا نازلي لو عملتي 17 دقيقة إن شاء الله، لو عملتي نص ساعة هيروح الألم ده، خلصنا من دي. نمبر 2، لو هو زي ما هو، معناها إنه أنا عايزة أعمل أو أغير الكلمة، يمكن مش ستريس. فاكرة ما قلت لكم العربية ما عملتش ستريس، عمالي زعل ليه؟ أنا بصراحة يعني مثلا هقول عليا أنا زعلانة إن في حد تفكيره كده، ليه تفكيرك تبوظ حاجة حلوة؟ ماشي، فهشتغل بزعل، ما تنفعش كلمه ستريس، فمعناها ان انا مش لقطه الكلمه المفيده ليا. ولكن حتى لو ابتديت بكلمه ستريس او كلمه توتر وهي مش صح، هيجي في عقلي لا 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 انا مش ستريس، لا انا زعلانه، هقوم عامله زعلانه، وقتها هيفتح الفايل، وهتكلم ليه لازم نفتح الفايل. لو طلع بقى دي اللي المشكله، ممكن ناس تقول لا ميرات دي بقى لا انا مش عايز اعمل اللي هي بتعمله ده. لا، لو طلع ده انا بنبسط جدا. ليه؟ معناها ان انا قربت جدا من المشكله. يعني ايه؟ يعني في حاجه بتوجع هنا، الدكتور عمال بقى يبص هنا، لا هنا، لا لا هنا، وجعت. فهي لو عليت معناها ان هو جبت ده، وغالبا لما اكون عالي ما
بكون افتكرت حاجة. يعني حتى لو أنا بعمل ستريس على العربية، حد اكزامبل يعني ما حصلش، بس ممكن يجي في مخي قصة غريبة قوي إن بابا زلني عشان أجيب العربية. فالقصة أنا ابتديت إن عربيتي متضايقة، أنا مخبوطة مثلا أو متخربشة، لكن أنا لما جيت أشتغل عيلي جاء على بالي عشان يجيب لي عربية، which means إيه؟ معناه إيه ده؟ معناه إن أنا محتاجة أعمل القصة التانية دي عشان فعلا أنزل القصة دي لصفر. أوكي؟ معلش أنا نطيت حتة، بس دي اللي هيساعدكم فعلا تفضوا القصص، لأن القصص في العقل هما معلومات جنب بعض. فالعربية بايظة، قصة العربية، الفايل اسمه عربية في الحالة دي، عربية متخربشة، مخي بعت لي أو subconscious بعت لي، هو subconscious ده في مشكلة كبيرة أكتر، ده أنت باباكي زلك على العربية فأنت عايزة تنضفي التروما دي أو المشكلة دي. ولما بستعمل كلمة تروما أو صدمة مش معناها صدمة كبيرة، إحنا عندنا حاجة اسمها small trauma وbig trauma. تروما صغيرة أوكي، هو ما كانش بيغتصبني بس هو زلني على العربية، فبالنسبة لمخي هي تروما. فأقوم منضفة أنا بس عشان لو حصل حاجة معاكي زادت هنعمل الآتي. طيب أنا برضو عايزة أقول حاجة، أنا عملت 4 لفات بس معاكي وبكلام جنرال، لكن احنا ما نعملش 4 لفات، حتى لو انفسنا هنعمل تلت ساعة، هنعمل نص ساعة، هنعمل ساعة، هنعمل ساعة ونص، حسب بقى الديبنس في الحكاية، لأن هي زي الشجرة، ممكن معلش يا نازلي ممكن رقبتك دي تلاقيها مخبطة في مش عارفة سقطنا، أنا هألف سقطنا في تالتة ابتدائي، مش عارفة مين صاحبي سايبني في إعدادي ولا ثانوي، ماتلي حد بحبه قوي، I don't know، بس بتخبط في حاجات فمتحوشة هنا. فبفضل أنا واشة ورا القصة عشان أنظف قصة رقبتي، ده لو أنا عايزة فعلا الماجيك واند، إن رقبتي دي بتوجعنيش تاني، فهمتوا قصدي؟ وناس كتير ده حصل معاها، مش معايا أنا بس، ده في العالم. أولا في millions، في 2010 كان في 10 مليون واحد متسجل في الـ EFT سايت، دول أنا بستعمله، النهاردة إحنا في أرقام تانية خالص وكده، بس مش يعني مش مشكلة دلوقتي. فدي أول حاجة، دي زي النيو جيفت، هو جاري كريج اللي عامله، طلع في الآخر يعني هو طلع في الآخر من الأوضة وقال أنا أصلا كنت دارسة بأسيس وعايزة أفيد البشرية، وغالبا طلب من ربنا حاجة تنزل عليه أو تساعده يعمل حاجة غريبة كده. وهو مش علمه لوحده، هو علوم متركبة وأنا هقولها دلوقتي بس يعني عشان الوقت. فإحنا اللي أنا بس عايزة أنصحكم بيه، خلوكوا وراه هو حينزل. وانا زي ما قلت انا عملت 4 لفات جنرال، دول اقل حاجه، ده انا بتكلم جنرال للجروب ومستعمله كلمه جنرال. ستريس، ستريس اصلا في العقل مش زي لما اقول انا حزنانه جدا ان ابويا زلني على العربيه. ففي الحاله الثانيه دي انا هقول بالرغم من ان انا مع ان عندي 50 سنه بس انا بجد لما بفتكر اللي عمله فيا ابويا انا حزنانه جدا ان ابويا اتصرف كده، انا بحب اتقبل نفسي. فانا بفتح الفايل بالظبط، فهمتوني؟ فانا اشتغلت جنرال وبرضه نازل، فده اللي عايزه اقول. طيب هنتكلم بقى شويه بسيط على الاي اف تي، وعموما فيديوهات كتيره جدا انجلش وعربي، انا لوحدي حاطه 1000 فيديو، لان الميشن بتاعتي كانت هو ازاي ما حدش في مصر عارف الكلام ده، ومش مصر بس، هو ازاي ما حدش في لبنان، ما فيش حد في دبي، ما فيش حد في العراق، ما فيش حد في، قعدت ادور البلاد كلها ورحت قلت انا كنت خفيت، رجعي بقى لشغل كاميرات بادي كويس مع المعونه ومع الورلد بانك، بقيت اقول للكوتش بتاعتي ازاي ومحدش سمع عن حاجه كده في العالم، ده الناس كلها بره، اولا هو في الجيش الاسرائيلي، في الجيش الامريكاني، في الجيش الانجليزي، بيستعملوا له امراض فظيعه نفسيه اللي هي PTSD اللي هي بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر اللي ملوش حل، ولغايه النهارده بتوع فيتنام بينتحروا من PTSD ده، عشان كده الجيش الامريكاني ريدي، كل حاجه دوكيومنتد اسمها ده EFT for veterans، للveterans يعني المحاربين القدماء. فكنت هتجنن. فالمهم فعملت 1000 فيديو الحمد لله لغايه دلوقتي، انا بحاول اعمل كل المواضيع اللي ممكن تطرق على الناس. انا طبعا عملت حاجه سيمبل، بس في حاجه تانية بقى ما عنديش ثقه بنفسي، ما عنديش كذا، ما عنديش كذا. هو علم سريع جدا، بيستعمل طبعا قصه الحمد لله كان في حد هنا شرح خطوط الطاقه، وبيستعمل الاكيو بوينتس او نقاط الطاقه، فاحنا بنخبط على اماكن معينه بتعمل ريليس، بتاثر على الكيميكلز جوه وبتشتغل انرجيتك كمان، هو اعلى من كده. احنا بنحاول نشرحه علمي قوي وبنبعد عن كلمه انرجي عشان نعرف نحطه على الخريطه،
عشان العلوم اللي بتتكلم انرجي بقى وريكي وبنجيب انرجي، مش بالتالي انا دارسه ريكي على فكره، هم ما بيعرفوش يدخلوا قوي. يبقى احنا الامريكان اسوسيشن سايكولوجي رضيت تعتمدنا وسميتنا انرجي سايكولوجي، ده بعد جهد كتير من الناس بتوعنا. فبنحاول نتكلم كده، لكن هو فيه روحانيات، فيه روحانيات عاليه اللي بيشتغل بيه بقى سنه كده بيبتدي يقول انا رحت مدرستي بعد سنه باخد بقى الليفل الاعلى. قلت له هو في حاجه تانية صح، هو في حاجه غريبه صح. فبصيت لي كده قلت لها نو ذير سمثينج ايلس بتحصل في السيشنز. قالت لي ميرات يعني انت عارفه بقى مش عايزين نتكلم على الوو قوي. قلت لها اه فهمت خلاص، لان انا كنت ابتديت احس بيجي لي رساله بحس يعني ممكن لو بشتغل مع نازلي ابتدي اقول لها نازلي هو في قصه كده في حياتك، مش اني بقراها بس بيحصل كونكشن. فمن بعيد اقول لها في قصه على تخبط عندك في كذا، تقول لي اه لا تقريبا متحوش في رقبتك عايزين نشيلها بقى. فهي دي اللي هيكون. فهو مزيج من علوم الاكوبانكشر او علوم الابر الصينيه، واحنا بنقول انه ابر الصينيه بدون ابر وبنسميه ابر صينيه للمشاعر. يعني حاول هو يبسط العلوم لانه برضو كان في الاول مش عارف يسميه. حتى هو بعد 14 سنه من الشغل قال الاسم مش كافي، قال الاسم ايموشنال فريدم تكنيكس، طلع بيعمل اكتر من الايموشنز لان اكتشفنا ان بيعمل البين بيعمل الالام. فهو قال بس كان متاخر ان اغير اسمه، فربنا دهوني سميته كده لان هو حسب الاول هو هيعمل بس الايموشنز والمشاعر، وحسب ان حاجه بسيطه يعني هينزل له حاجه بسيطه كده هشيل مشاعر من الناس وترتاح. لا الموضوع اكبر واكبر واكبر، وفي حاجات زي اللي انا فيها دي بس كانت الاوضه بيبقى فيها 200 مثلا وفي كاليفورنيا والناس بتروح كتير، كان حد مشلول بيقوم ناس كتير بقى قاعده ايه ده رقبتي بقت كويسه، ده انا عمري ما عرفت احركها، انا مش عارفه ازاي انا بتنفس احسن، انا نفسي اتحس كده بقى. فابتدى يقول هو ايه اللي بيجرى، هو انت بيحصل لكم ايه؟ فابتدى يفهم بقى. فهو من الابر الصينيه ويعتمد على العلم اللي هو قديم قوي من 5000 سنه الابر الصينيه، ويعتمد على علم very modern بعد فرويد اللي هو اسمه نورو لينجويستيك بروجرامينج او البرمجه اللغويه العصبيه. هو درس ده ودرس ده، والسبب ما اتحطوا حاجتين على بعض نفعت. مش جاري كريكن قبليه دكتور سايكولوجيست سايكايترست في كاليفورنيا برضو، يعني هو القصه موجوده على الفيديوهات مش عايزه اسمها قصه ماري، صدفه زي معمل بيشتغل مع عميله بتاعته دكتور عادي بس كان دارس حاجه في الابر الصينيه، جرب حاجه اشتغلت ما فهمش اللي حصل، جرب درس ناس منهم جاري كريك، درس معاه جاري كريك طور عشان هو مهندس بنشكره جدا عشان هو هندسه ومشينا. هندسه يعني ايه؟ خلى الثمان نقاط دول كافيين. قبل كده كان حاجه زي 60 نقطه بيلعبوا فيهم ومحدش كان عارف يحفظهم وكان الموضوع كبير جدا. جاري كريك بعد ما قعد مع الراجل ده كتير هندس الاي اف تي عشان يديها للعالم، وهو فعلا ده العالم. هو كان كاتب جواب، لما انا اكتشفته كان كاتب جواب كده على النت انا بهديها للعالم، اللي يقرا المانيوال بتاعي ترجموه كل لغات. انا في 2009 كان في 32 لغه بترجم، ومثلا يعني هو قال انا مش هقدر اراجع عليكم ترجماتكم، خليكم امنا بس، قال خليكم امنا في الترجمه وخليكم امنا ان ده العلم اللي انا اللي طلعته، لكن ترجموا اعملوا كده. كان ده الطريقه اللي كان بيحاول يوصل المعلومه، والحمد لله. طيب فاحنا اتكلمنا النقاط اهم سهلين تقريبا حفظتهم، ما حفظتهمش ادخلوا على اي سايت عربي انجليزي اي اف تي او ايموشنال فريدم تكنيك او تقنيات التحرر من المشاعر السلبيه. انا سميتها من الاول برضه رباني، انا بيحصل لي حاجات كده بفهمها بعد مثلا 7 سنين، انا لقيت نفسي مسميها تقنيات الراحه النفسيه، ما سميهاش التحرر ما اعرفش ليه، وعمري ما جت على بالي كلمه التحرر. وبعدين معرفش في يوم كده لقيت حد بيقول لي بس ايموشنال فريدم دي تحرر، قلت له تحرر هو فعلا تحرر، بس انا العربي بتاعي كمان ما كانش قوي قوي اياميها، انا اتعلمت عربي احسن واحسن عشان اطلع التلفزيون اتكلم، يعني كل اللي شغلي مع اجانب ما كنتش بتعلم بتكلم عربي، بس اي هاد تو ليرن عربي واحفظه عشان اعرف اتكلم. فانيوي تقنيات الراحه النفسيه، انا لغايه دلوقتي بنزل تقنيات الراحه النفسيه، فهتلاقوا لي كده الثمان نقاط دول كافيين. اتلخبطنا في النقاط حاجه انا بس بخبط، انا ولا باخد دواء ولا بحط ابر ولا حاجه، نسيت نقطه وانا بشتغل مش هيجرح حاجه. دي كمان من الحاجات اللي احنا بنقولها على الاي اف تي ان هو very forgiving متسامح،
لخبطت الجملة دي، مش عارفة أقول أنا حزنانة ولا مفروسة ولا إيه حكايتي بالظبط. قولي اللي تقوليه، العقل عارف. هقول كمان أعلى بقى عشان أنتوا جروب تقدروا تستهم، الهاير سيلف عارف، الأنا الأعلى أو أنا بسميها زي الروح عارفة أنا بشتغل على إيه. كل ده عشان أفتح الفايل، إحنا هنا بنتكلم الجملة عشان نفتح الفايل. أوكي، فده الفورمة بتاعتها، ولكن هو متسامح. فدي النقاط، أنا هاخد أسئلتكم. إحنا خلاص عملنا what happened، إن هو نزل معاكم أو اتغير وهيتغير. وكمان ممكن كمان بعد ما نخلص الجلسة كده بعد ساعة، الحاجة نفسها اللي كنت أنتوا عم تشتغلوا عليها اسألوا نفسكم بقت كام. ليه؟ أنا كأني حطيت كمية إبر صينية فيكم، كل خبطة كانت إبرة بتدخل. تخيلوا الشغل ده continues to work، بيكمل في الجسم. الكلام ده إزاي عرفناه؟ مش تأليف، أبحاث. الحمد لله الـ EFT عندنا 140 بحث من جامعات زي هارفرد، لأسباب برضو إن حصل ناس عملوا حاجات مع ناس، فابتدوا هارفرد يقولوا أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ إشمعنى ده اشتغل؟ عايزين ده. منها القصة اللي كانت حصلة في بوسطن، إن العيال الموتون في مدرسة، وبوسطن دي هارفرد جوه بوسطن، ففي عقلهم، فبتوع EFT نزلوا اشتغلوا مع الناس. فالدكاترة النفسيين هناك واحد طلع قال هو انتوا ايه اللي بيحصل ان انتوا بتشيلوا الترامز دي بسرعه كده؟ ايه اللي بيحصل عندكم؟ بدوا يعملوا ابحاث. جامعات كتير في انجلترا، انجلترا منفتحه جدا له، وفي ناس بتقدر تروح ال NHS اللي هي الجمعيه الصحيه اللي في، مش كل الفروع طبعا في انجلترا، يعني ياخدوا سيشن EFT وتدفع من المنظمه، ده معناها اعتراف. وعشان ابقى واضحه، مش كل فروع ال NHS بتعمل كده، لكن في نسبة مش قليلة. ففي جامعات كتيرة قوي هناك، وفي جامعات في أستراليا رهيبة، وفي فيديوهات كتيرة قوي لو حب حد أي حاجة زيادة، في مدارس، في كانسر، في كده في كده، يعني حاجات الحمد لله documented وفي شغل عليها. فعملوا research فشافوا إيه اللي بيحصل. فده كده. أنا دلوقتي حاف بقى أخد أسئلة وبعدين هنكمل حاجة بسيطة، عشان already هي الساعة 5-7، فضل 10 دقايق. فلو حد عنده سؤال على التكنيك أو ممكن تعمل إيه، عشان بس فاضل لي حته صغيره قوي. فكرين يا ميرات، الحقيقه محاضره جميله جدا، وحاجه اول مره اسمع عنها، وافتكر انها جديده بالنسبه للجميع الا اذا كان حد يعني عارفها قبل كده. وحضرتك بتتكلمي، انا كنت فريت كده اوام في الجوجل وشفت حاجات كتير، يعني مش كتير يعني، شفت يعني شويه حاجات. بس الحاجه اللي لفتت نظري على طول ان السيكونس بتاع التابينج اللي حضرتك قلتي عليه بيبتدي بالراس مش بينتهي بالراس. يعني في ناس بتبتدي بالراس، في ناس بتبتدي بالعين، it doesn't matter، مش هتفرق. ولو لخبط يعني، انا لما بعمل لنفسي مش هتصدق، انا بعمل كده 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 وبرجعهم كده كده، انا بتسلى كده يعني. بس انا لما بدرس ما بعملش كده او كده. طب لو ما فيش يعني سؤال، انا عايز بس اشتغل نفس السيكونس بيبتدي بالراس وينتهي تحت الباط. نو بروبلم. يعني السايكل بتبتدي بالراس. يعني بدأ تبدا من فوق. بص، هو جالي كريج، لو شفتوا الراجل الاصلي هو لسه عايش، بيبدا من الجسم. في ناس حبوا قال لك طب ما نبدا من يعني نمشي مع الجسم. هم دول قالوا ليتس فولو ذا بودي، يعني نبدا ليه احنا نعمل البود وبعدين نطلع هنا. انا نفسي مدرستي ما بتعملش هنا اصلا، هي قررت ان مش عايزه تعمل النقطه دي. النقطه دي قويه جدا على فكره، النقطه دي بتلم اللي فاهمين ميريديانز او طاقه، مسارات طاقه، كل الميريديانز بيتلموا هنا. ففي ناس لما بتعمل تابينج هنا، انا ما قابلتش حد، كل الكلاينتس بتاعتي انا بعمل هنا، لكن واكتر الناس لا، وجالي كريك شغال بيها. ولكن في ناس لما بيكون عندهم ضغط عالي لما بيعملوا هنا بيحسوا انهم تعبوا شويه، مش تعبوا شويه ان تعبوا شويه، بس هي البتاع النقطه دي بالذات حساسه، النقطه دي مهمه وكده كده يعني النقط دي. انا بس عايزه اقول يعني اخر حاجه، قدرنا في سؤال عشان هو فاضل قليل. هو بيعمل ايه بقى؟ بيشتغل اولا طبعا على الايموشنز كل انواعها، الغل، الحسد، سوري مش الحسد، الغل، الحزن، الغيره، اي حاجه كله، الغضب، الغضب طبعا بيشيل غضب كتير جدا. الروماتويد بتاعي انا لازم اقول لكم كان ايه؟ غل غير منطوق، ده معروف كده يعني في الطب الصيني، كل مرض غل. انا كنت هنفجر لان كنت من الناس اللي ما بينطقش في حاجات كتيره جدا، فده اتقلب لي روماتويد، وكل مرض له حاجه. فانا كان عندي غل كتير اتشال. بيشتغل على الفيزيكال بينز كلها، انا ما قلتش بيشيل المرض، ما كنتش دعوه بقصتي، قصتي ربنا
رباني طبعا ممكن، بس احنا ما بندعيش ده. انا لما حد بيقول لي انا ممكن اشيل مرض، ما اعرفش، اقدر اقول لك هيشيل الالم. فالالم ايه؟ باك بين، اي نوع الم، سناني، راسي، رجلي، كذا. مع التكرار في الاي اف تي هفتكر قصص، نظفوا القصص. لما ننظف القصص بنساعده كذا. في نفس الوقت حقيقي ده برضو مثبوت بابحاث، لما حد يكون في بين وبياخد حاجات يعني في مستشفيات مثلا، لما بيعملوا شويه اي اف تي معاه بيساعد الجسم يلتئم اسهل او يحل مشاكله اسهل. ودي حصلت مع واحده صاحبتي كانت بتعمل، كان عندها روماتويد ارثرايتس برضو، بس هي كانت الله يرحمها توفت، الموضوع زياده عنها. فبيعملوا بياخدوا حتت من الجسم يحطوها اماكن وكده. فهي دخلت العمليه، فقلت لها بصي اعملي شويه اي اف تي، وهي بقى على قدها خالص يعني. فالدكتور والله جت بعدها قالت لي، الدكتور سالها سؤال، قال انا عايزه اعرف في حاجه غريبه قوي، حضرتك شفاكي اسرع ليه؟ بتقولي قعدت اضحك، قلت له لسه هقوله فوق راسي. قالت لي يعني مش عارفه يا دكتور انا بدعي وخلاص بقى. الحاجه الثالثه اللي هي غريبه قوي اللي اكتشفناها، بيعمل ده برضه، بيعمل حاجه اسمها optimal performance او بالعربي الاداء المتميز. يعني ايه؟ يعني انا مش قادره اذاكر، او ابني بيزعق مش عايز يذاكر، او انا عندي سبورتس، بيستعملوه في سبورتس كتير قوي، حتى في الـ بيسموه الفريق الانجليزي اللي كسب اولمبيكس، من كنت انا على التلفزيون اياميها وكانوا طالعينهم اي ثينك 2015 او 14، هم عندهم واحد بتاع اي اف تي في الاولمبيكس بتوع العوم، في ناس عندهم بتاعت اي اف تي، وانتوا دلوقتي شفتوه. بصوا كده اوقات في الفريق الانجليزي وهم قاعدين على البنش، في هتلاقي واحد منهم يعمل كده، بس الناس اللي مش واخده بالها ما بتاخدش بالها، احنا واخدين بالنا. بس دلوقتي هتركزوا، ممكن احط لكم كام فيديو لذيذ زي ما ملحوظ في كذا. فممكن الواحد يستخدمه كمان، مش عشان دي، يحسن حياته. عندي ملحوظه واحده بس قبل ما بعد اذنك، انا تحت امركم في اسئله. الله يكرمك، الله يكرمك. حكايه ان انا فيجوالايز رقم ده اهو، وبعدين اشوفه بيعلى ولا بينزل، هو انا حكايه الفيجواليزيشن دي يعني الويك بوينت بتاعتي. مش فيجوالايز، انت بتسال عقلك. اول ما اقول هاخد نفس كده، افرض مثلا هقول بقى حاجه غير العربيه، اقول ايه؟ متغاظه من مود، ما عنديش مود، متغاظه من اللي ماسكالي السوشيال ميديا، مش شاطره مثلا، كل ما اقول لها اعمل ايه جيبي اللون كذا، بس هي شاطره، بس نفترض مش دي درجه الذهبي اللي بحبها، مش عاجبني برضه، ما بتفهمش. اخد نفس، انا متغاظه قوي من عليا دي، مهما اقول ما بتفهمش. كام يا ميلاد؟ 7. بتحس ان الرقم بينط في قلبك. في ناس ورجاله اكتر من الستات بيحسوا انا مش عارف. مش مشكله، هتقول 3 حاجات، قليل، نص، كتير. قول لنفسك انا مضايق قوي، لا انا يعني نص، لا انا مش فارق معايا، مش لازم اعملهم قوي يعني، بس ممكن. لكن واحنا كمان بنستعمل حاجه دلوقتي مثلا مع الاطفال، طبعا مش هتقول لهم 1 و2، وهتقول لهم ايه؟ استعملوها مع اطفالكم، هتقول لهم زي اشاره النور، هي حمراء يعني مولعه، اورنج يعني انت نص، متضايق من صاحبك اللي خد الساندوتش، ولا انت عادي اخضر. اوكي، وهتلاقيهم يشتغلوا كده لفتين ويقول لك خلاص اخضر. اوكي، الولاد طبعا مش شايلين الحواديت بتاعتنا، عشان بس اللي عايز يشتغل مع احفاده، عشان سمعت ناس اتس انبيليفبل مع الاحفاد، هي دول بقى اللي لفتين 3 الدنيا بتخلص، ما عندهمش جلجبه في عقلهم، ما عندهمش مخزون. فالولاد بسرعه قوي تلاقيهم كان مولع، بعدين في ثانيه لا خلاص. طيب اوكي، شكرا. امل اتفضلي. يا امل بس استاذنكم ان انا مش هقدر افتح الكاميرا لان انا سايقه دلوقتي، بس مش قادره ان انا لازم لا خلاص يعني اتفضلي. اقول بس عايزه بالنسبه للايموشن فريدم تكنيك ده، الحقيقه حاجه ممتازه، ويعني انا درستها الحقيقه من اكتر من 10-12 سنه، وما زلت بمارسها لنفسي قبل اي حد، وفعلا جابت نتيجه رائعه فعلا. وما بيبقى في مشكله فعلا معينه او في حاجه معينه، حتى لو مضايقاني او حتى لو يعني تعباني عضويا او حتى نفسيا، مجرد ان انا فعلا بذكرها وبعمل طبعا بشكر حضرتك جدا على المحاضره الرائعه يعني الواقعيه جدا،
فبحس فعلا ان انا حتى موضوع لو ببتدي لو 10، لو نفس الموضوع بحاول اعمله تاني يوم بلاقيها ان هو في نفس الموضوع بيقل فعلا. لو قعدت لمدة اسبوع فعلا بينتهي تماما، يا سلام. وده فعلا واقع، وده فعلا اللي بيحصل، وحاجة ممتازة ان فعلا ان اي حد يقدر يقوم بيه في اي موقف، حتى مجرد ما بيبقى عصبي في موقف او بيفتكر حاجة معينة بتضايقه، وما بيقعد يركز فعلا على النقط دي يوم واثنين وثلاثة، بس بيبقى عايزة صبر شوية، وفعلا بيوصل للنتيجة الرائعة. وبشكر حضرتك جدا على المحاضرة دي. هو ده الطريقه اللي الواحد كمان ينظف نفسه يبطئ، اصل بعد كده بيبقى الواحد عنده زراير، فكل ما حد يعمل حاجه شبهها يتضايق، لكن لما بنعملها كذا مره احنا خلاص بتفضي. هو حاجات حاصله في البرين، يعني هو في قصص كبيره وفي تصوير، حاجه اسمها فانكشنال ام ار اي، بيشوفوا انه بيقطع الوصلات اللي بتقول فعلا المفروض اتضايق لما يحصل كذا، المفروض اتضايق، فعلا فبتدي تبقي اهدى قوي ويجيلك انر بيس، بالضبط. والامور زي ما نازلي قالت مش كل حاجه نكبرها ودنيا تختلف. وهي فعلا لو انا كل عشان كل يوم ما ابتديش اقول مثلا المشكله بتاعتي اللي هو انا حاسه بكذا وكذا وكذا، انا ممكن بقولها اول يوم، وبعدين مجرد ما بتذكرها تاني مره وببتدي على النقط دي اركز ان انا ممكن بقول ما تبقى من ذلك، اللي هو يس نفس الله الموضوع اللي انا حاسه فيه وموجود في ضميري، فمجرد ان انا بركز فيها وبقول العباره دي بس فعلا بتجيب النتيجه انها بتدخل في العقل، كاني بوصل للعقل الباطن ان انا اركز ويشتغل، هو فعلا بيعمل الشغل وبحس ان الموضوع فعلا بينتهي. بس حضرتك مش لازم تستني تاني يوم، انت لو عملتي جلسه لا لنفسك ما انا كل بعملها ساعه، كل ربع يوم. ساعه، نص ساعه، هي لا هتخلص فيها. انا هقول لحضرتك انا مش اقصد لازم ايه، يعني كان في اجلها يعني. موقف معين عملته 4 5 6 مرات في اليوم، اوكي جاب النتيجة معايا، ممكن بيفضل 1% او 2%، انا ممكن تاني يوم بحس بالحتة دي، فمجرد ان انا بعمله تاني لغاية ما بينتهي تماما. يس يعني هم دول احنا بنجسس ده، ممكن وممكن نقعد شهر نشتغل مع حد على موضوع معين، بالظبط بيبقى في تشبيكات كتيره، يعني حصل بالظبط. حوادث. افترض انا حكيت حكايه العربيه مع بابايا، بس بابايا ده بكل حاجه كان صعب، فانا عندي قصص كتيره مع بابايا، فعشان كده الموضوع ما بالظبط بيجيبش زيرو. ايوه. هعمل مره الموقف العربيه، واعمل مره الخطيب، او واعمل حد مره يحصل له المصري، حاجه انا الموقف بكون تبقى حصلت لي فبفتكر الموقف ده فبعيده تاني ان انا بركز عليه عشان امحيه تماما من الذاكره اللي مش حلوه. عموما. يعني انا عايزه اقول برضو، عشان هو عمره ما هنقدر نوفي العلم كامل، لانه في تفاصيل كتير احنا بندرسه على ليفلز كمان، ده في 3 ليفلز وانا واخده 5 ليفلز اصلا، لكن اللي عايزه اقوله في فيديوهات كتيره جدا جدا جدا، كله بتوع الاي اف تي بجد، عشان طريقه الراجل طاقته كانت عطاء اكترنا، يعني مش انا بس اللي عندي 1000، في ناس تانية عندها، فالانجليش وفي فرنش وفي جيرمان، يعني في الوان لغات كتيره، فاكترنا في عطاء، فاللي محتاج يتعلم اكتر او يسمع اكتر يقدر يدخل ويلاقيه يعني مجانا. يعني في اي سؤال تاني؟ انا بس عايز اقول لامل، يعني انت عارفه الموضوع ده بقالك 10 12 سنه وساكته، مش تقولي لنا يا امل ها بتذاكري لوحدك من ورانا يا امل؟ ما هو بقى مع بال ما بنقول الحاجات اللي موجودة ما بتخلص بنلاقي حاجات تانية. اتفضلي يا استاذه بسنت. ميرسي قوي يا ميرات، حلوة قوي قوي المحاضرة، وانا حاولت كذا مرة احضر بصراحة كورس مع ميرات بس ما ظبطتش في الوقت، إن شاء بس الله ان شاء حياتي. الله تظبط، ان شاء الله تظبط. لا إن شاء انت الله قلتي ان احنا لما بنعمل التابينج ده احنا بنفتح الفايلات، طيب وبعد كده قلتي وبعد كده ننظف بقى، هل برضو الاي اف تي ده كده بينظف الحاجة الاستمرارية عليه؟ هو بينظف ولا بس بيفتح فايل؟ هو اصلا اسمه كليرينج تول، اداه اوكي تنظيف، فاكيوم. اوكي هو التابينج ده اه بينظف ازاي؟ انه فعلا بيقطع الوصلات العصبيه اللي اه بتقول المعلومه دي، اه اوكي بتقول مثلا انا ممكن بقى من يعني حد يفزع من مشاكل ابويا دي كلها اللي كان صعب كويس ومتعب ويوي، ممكن يجي لي انا بقى ان هو معتقد مثلا ان الرجاله كلها ظالمه مثلا، اه انا عندي 50 وصله عصبيه بتقول ده، كل مره بشتغل على موضوع ده انا بقطعهم، بعد كده الاقي نفسي بقيت رايقه
ومنفتحه مثلا على الجواز، لان انا خلاص بطلت يبقى عندي المعتقد ده. فايتس ا كليرنج تول، دي اداه تنظيف، اداه تنظيف. عشان كده الناس يعني، انا هقول بس حاجه صغيره، الناس كان في طبعا موضه قانون الجذب وكده، وان احنا لازم نقول كلام بوزيتيف. اللي يقول لك انتوا بتقولوا الكلام الوحش ليه، انتوا بتثبتوه، لا لا لا، احنا لازم ننظفه عشان نعرف نشغل قانون الجذب. دي برضو موضوع تاني ممكن ابقى اكلمكم فيه. قانون الجذب ما يشتغلش كويس طول ما انا عندي الكراكيب، قانون الجذب ما يشتغلش. انا يعني اعتبر نفسي خبيره في قانون الجذب، قريت فيه كتير وبدرسه اوقات، بس انا بركز على الاي اف تي. بس هو قانون الجذب يد في يد مع الاي اف تي، حتى كل الفطاحل، واكيد نازله عارفه اساميهم او انتوا كمان، اللي هو جو فيتالي، جون اسرف، اي حد توب بتاع قانون جذب لما عرف عن، طبعا اسمها ايه، لويز هيز الله يرحمها، عامله سيشن مع نيك اورتو وقالت انتوا ما قلتولناش الكلام ده زمان، ده احنا بنطلع روحنا بالافرميشنز، افرميشنز هتشتغل بس لما ننظف. فمره ثانيه نتكلم، وبرده فيديوهات موجوده ممكن تتفرجوا عليها ان شاء الله. ميرسي قوي قوي ميرات، ميرسي قوي. نازلي اتفضلي، اتفضلي يا نازلي. ميرسي يا ميرات خالص، كله كان حلو جدا، انت جميله، شرحك لذيذ ومفيد. كنت عايزة بس أسأل سؤال من فضلك، هو بتعملي ناحية واحدة بس ولا لازم الناحيتين؟ لا ما تفرقش أي ناحية، وما تفرقش لو في النص عكست، لأن إحنا مقسومين. فهم صوروا كده، بصي في أول العلم خالص كان يقولوا اللي عنده إيد يمين يشتغل على الشمال، ومش عارفة كروس كده يعني. لو بعدين عملوا ريسيرش في ألمانيا الحقيقة عمل، وقالوا لا، لما بخبط هنا زي لو خبطت هنا، زي لو خبطت بالاثنين. هتلاقوا فيديوهات بيعملوا بالاثنين نو بروبلم، بس مش محتاجين، مش محتاجين الاثنين. فكل ده حصل عليه ريسيرش، قالوا لا مش لازم، مش فاهم. زي ما بقول ايه، فيري فورجيف، متسامح، اعملوا اللي تعملوه، اعملوا اثنين، اعملوا بالكاف، ممكن اعمل كده برضو. هو لذيذ قوي للاطفال، بتقولي لهم مانكي مانكي ومش هتزعل خلاص من قرايبك، مش هتزعل كده. جربيه مع احفادك بجد، ميركل، بينبسطوا قوي الولاد، بينبسطوا قوي الولاد، وبيبتدوا هم اللي يقولوا بقى لاصحابهم في المدرسه، والله العظيم انا بعمل مش عارفه ايه وببقى مبسوط. يعني انا بيجي لي كده يقولوا دول ايه بينفسوكي في المدرسه، اقول لهم اه خليهم ينفسوني، خليهم. ميرسي. حضرتك قلتي ان الاي اف تي بتفتح مجال في الروحانيات، can you elaborate شوية؟ مش عايز أقول بيفتح، بس هو لقط يعني، هو صراحة مش هتصدق مين اللي لقطها. أنا اديت في 57 طبعا، كنت بتكلم مش علم كده، قد كده بتكلم نورو باثويز ونورونز والعقل والبتاع. لقيت راجل اللي هو في الحتة بتاعت الموت، وهم كذا كانوا 140 دكتور حاضرين، فراح انا ما اقول ايه، بودي اند مايند، بودي اند مايند، الجسم والجسد. قال لي لا حضرتك اللي بتعمليه ده مش جسمه بس، ودخل فيه مع السول. قلت له الحقيقه لان انت بتخاطب السول، انت بتبسط السول، بتقول له انا جاي اساعدك، انت شايل كل ده طول السنين دي، يعني ده بقى نتكلم فيه كتير، ولما هتعمله فتره انت نفسك هتحس ان في حاجه اكبر بتشتغل معاك. مش هقول انجل، مش هقول حاجات معاك، انت نفسك طاقتك انت، ربنا يعني، احنا ربنا مديهولنا، انتوا مش متخيلين، هتحس بالروحانيات فيه. مش عارفه اشرحها ازاي، يمكن يا نازلي انت تقدري تقولي. مش بقول بالنادي انجلز، مش بقول بالنادي كده، بس بيحصل حاجه في الجلسه تحسي ربانيه، وبيحصل تغيير. يعني هم الثلاثه بيتمزجوا مع بعض. اوكي شكرا. Mind, body and soul. شكرا. في حد عنده اي اسئله تانية يا جماعه؟ احنا بقى لنا ساعه دلوقتي والتسجيل شغال لسه. حد عنده اي اسئله؟ مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. مين؟ الهام. اهلا، اتفضلي يا استاذ الهام. اهلا استاذ، ازيك يا مدام نازلي؟ اهلا حبيبتي. ازيك حبيبتي، ميرسي يا استاذه اميرات على المحاضره القيمه. وانا عايزه اسال حضرتك، هو ده ممكن الواحد مثلا حاسس بستريس خلال اليوم، ممكن يعمله في الشغل في كده، مو في اي حته، ممكن يعمل الحاجه دي او التمرين ده؟ أيوة. اللي هو التابينج دوت، ويكرره كتير كتير.
ممكن لازم الستريس تديني يروح. بقى لو في الشغل اللي عندي 5 دقايق ادخل الحمام، ادخل اوضه صغننه واعمل تابنج بسرعه على نفسي وخلاص، انا مفروض من المدير ده، انا مش طايق، انا خايف من البرزنتيشن اللي انا حاساه. فيوز ات اه اول ذا تايم. اولا هو سيلف هيلب وسيلف يوز، ومش محتاجه حاجه، صوابعي ونفسي. فانا في اي حته في الدنيا، في مترو، في عربيه، انا طول النهار في العربيه عماله اعمل تابنج، اي حته انا فيها يعني. حتى الناس يقولوا حريق كويسه، اقول لهم اه كويسه مفيش حاجه. هو نفس الفكرة، إن مثلا لما حد بيعمل مساج بيرتاح نفسيا مثلا، يعني ساعات هو لما مالوش دعوه بنعمل بالمساج، مساج. هو شغال على، بصي اولا التابنج ده كمان اوريدي يعني، مش عايزه اتكلم علمي قوي، بينزل كيماويات، دي رساله للعقل تنزل الهرمونات السعاده وهرمونات الهدوء. بتعمل حاجه تانية كمان يعني، مش عايزه ادخل في اصله كتير، بيعمل حاجه اسمها اوكي الايموشنز. هو ليه سماه ايموشنال فريدم؟ الايموشنز بتعمل هاي جاك، بتخطف البني ادم ما يعرفش يفكر كويس، فبتعمل كلاريتي. فلما بنشيل ايموشنز تحسي كمان عارفه تفكري كويس، لانه ما هو طبيعي يعني احنا بالبلدي كده لما حد بيكون متعصب بنقول له ايه؟ طب اهدى اهدى عشان تعرف تفكر. تفكر. لان اول ما بتبقى الايموشنز عايشه حياتها وي كان نوت ثينك، ده حاجه علميه برضو، ان اللي بيحصل هاي جاكينج للحته القداميه دي من العقل اللي هي مفكره، والديسيجن اللي بتعمل قرارات اللي بتعمل كل. فهو علميا بيعمل حاجات كتير قوي، هم ناوي عارفين انه بيشتغل. بس لما انا درست كنا الرد بتاعنا ما نعرفش بيشتغل ازاي، يعني علمونا الرد، وي دونت نو هاو ات وركس بت ات وركس. كل سنه يحصل تطور الحمد لله، يعني مصائب قوم على قوم الفوائد. حكايه بوسطن دي اللي حصلت في المدرسه، وكان في موضوع تاني اللي حصل في الباريد، دول البلدين دول نيو تاون وبوسطن، حصل ريسيرش بالهبل في امريكا اللي ما كانوش راضيين يعبرونا. فالنهارده عرفنا بيشتغل على حاجه اسمها الاميجدلا، وبينزل هرمونات معينه تهدي السيستم. ولما بتهدي السيستم بتبعتي كمان حاجه اقوى، عشان ليه بقى ممكن نشفى؟ بتبعتي سيجنال لحتت في الجسم بتقول انا في امان. وهو الامراض اصلا من عدم امان، يعني بالتبسيط يعني الامراض اصلا ان في حته في الجسم حست بعدم امان، فخلقت ديفنس، خلقت حاجه تحمي نفسها، فخلقت مرض. والناس بتوع في حاجه اسمها ماتا هيلث، الناس بتوع هيلث اصلا مش عايزه ادخلكم في ماتا هيلث، يعني بيقولوا كل الامراض ما هي ان الجسم بيحاول يحارب اللي هو فيه، منها الايموشنز الوحشه اللي انا عماله انميها عليه. فبس فهو لا، هو مش حكايه ان انا مساج، طبعا المساج بيلمسه حتت حلوه وعشان كده بيحصل ريلاكسيشن، لكن هو اقوى من المساج. لان انا قلت هو مازج معاه علم مهم قوي يعتبر سايكولوجي، نورو لينجويستيك بروجرامينج، برمجه لغويه عصبيه، العقل ده متبرمج باللغه. فانا بتعامل بكلمات وبتعامل بتاتش، فده بيغير الكلمات دي بتبقى زي مثلا اتمنى ان الاستريس يروح، او انا داخله على برزنتيشن انا عايزه الخوف او الفوبيا من المواجهه يس. تروح، يعني دي تبقى اثناء العمليه الاكسرسايز. بدل ما اتمنى انا عايزاكي تقولي انا خايفه من كذا، خايفه لبخ في الكلام. انا زمان كنت اقول خايفه ما اعرفش افتكر العربي، انا خايفه يعني اقول المشكله مش اقول اولويز عشان احنا بنشتغل كليرنج، عشان كده ما بنشتغلش البوزيتيف قوي، بنشتغل كليرنج الا اللي جواه، ده اللي عامل مشكله جوه. فانا قاعده اقول انا اتمنى امشي كويس، والتاني عمال يقول لي تمشي كويس ازاي وانت ما بتعرفيش عربي، هتكسري في الكلام وتجيبي كلام غريب، تمشي كويس عمال يشتم. فانا محتاجه اشتغل على ماي فير. انا بجد كنت، انا في اول ما طلعت بجد العربي بتاعي كان غريب، كنت بقعد احفظ الكلمات بالعربي، وكل الطريق من معادي لغايه التلفزيون في 6 اكتوبر قاعده ادعي واعمل تابينج الكلام، اي ويل ريمبر الكلام، اي ويل ريمبر الكلام، هفتكر الكلام، عشان كنت كل كلمتين هتشوفوا الفيديوهات الاولانيه انا قاعد بص فوق، لا اصلي يعني مش عارفه اقول، يعني هي يعني عبال ما تحضرني، لغايه ما بقيت اعمل تابينج كتير عشان اقدر اروح اتكلم. وخلاص الحمد لله دلوقتي انا حاسه العربي بقى اقوى من الانجليزي يعني. لكن في اي مشكله توك اباوت ذا نيجاتيف، اوكي، لان هو ده اللي شغال ورا. بس حضرتك كنت بتقولي انا هفتكر العربي هفتكر، ولا كنت بتقولي انا مش هفتكر؟ لا كنت بقول، انا بالرغم ان انا خايفه ما افتكرش وخايفه البخ وخايفه اقول حاجه زياده عن الناس، يعني في 2012 ما ينفعش اقول لهم كلام غريب،
بس هو في حاجه بعد ما بنخلص ممكن نقول البوزيتيف، بس مش هقدر اشرح كله ده النهارده، فاحنا بنقول لكم اعملوا بس. استاذ ميرات ممكن تقفلي السكرين شير من فضلك؟ يس يس يس، انا اسفه. استاذ دكتوره ليلى اتفضلي، عندك سؤال؟ اولا شكرا على المحاضره الجميله ميريت، بس انا عايز اسال سؤال بس. هي الدوره بتاعه التخبيط دي هم الخمس نقط دول بس؟ يعني مثلا في الاكوبنكشر او الابره الصينيه في نقاط كتير بتخش فيها على مناطق الطاقه وعلشان تعملي ريكفري، دول هم ثمانيه؟ ما هو ده اللي احنا قلناه. هو هندس، هو اللي قبليه كان دكتور اسمه كالهان الله يرحمه، توفى من 4 سنين، كان بيستعمل نقاط كتيره جدا. جاري كمهندس عمل حاجه تحفه، هو قال لازم تدرسوا الكورس بقى. هو قال احنا مش محتاجين نعمل كل ده ونقعد كل ما هو تاني كان عامل ايه؟ صداع، يبقى 7 هنا و12 هنا و44 هنا ومش عارفه فين في الانكل او في الرجل تحت 15، كانت قصه كده توليفه، والبتاع كان قد كده اسمه لوجاريتم. جاري قال لا، نقى 8 بوينتس يلموا كل الايموشنز وكل المشاكل عشان هو درس كل البوينتس. فهو قال احنا مش هنقول لهم، عشان كده بقول احنا، انا اقول حاجه قلت ما فيش دايجنوز، مش هنقول لهم هو انت ايه بالظبط اللي حاسه وانت ايه، لا انت مشكلتك ايه، انت النهارده ستريس، يلا تمانية نفسهم احتمال انت محتاج دي بس على فكره، بس انت هتفضلي تعملي التمانية بدل ما نقعد نقول لك دي او دي لا ودي او دي لا، بنحفظكم تمانية كل مره هتشتغل. وهو نقى تمانية عشان بس انا مش بتاعت اكل كويس، النقطه على وش تحت الجلد، عشان كده بقول بالراحه. ونقى 8 من على الفرازه، وحتى اللي انا اتعلمته من دكتوره يعني بتاعت اكيوبنكشر قالت لي، ومدرستي مره حكت لي عمر ما الاكيوبنكشر تحط نقط اللي احنا بحكي عليها دي، يعني دول نقط حساسه جدا، بس بما ان صوابعنا مش هفيش اذيه، فهو لقاهم على الفرازه فعلا، فهم الثمانية كافيين. نازلي نازلي اتفضلي يا نازلي. استاذ يحيى المده قد ايه؟ يعني محتاجين نقرر العملية دي قد ايه؟ نقررها لغاية لما ناخد نفس وناخد مية ونسأل نفسنا، وانا لسه متضايقة انه بابا كان غلس قوي في الفلوس، مش فارق معايا يعني. اول ما قالك مش فارق معايا خلاص. احنا بنقول يعني في الكورس بنقول ايه؟ لما تقدري تقولي القصة كأن بابا اشترى لنا كيلو تفاح، وهي هتوصل لكده مع انها تراما، اللي انت حاجة جواكي اوكي. اخر حاجة عشان مش عايزة اطول، بنشيل الانرجيتك امبرنت. كل يعني في ناس هنا فاهمه بقول ايه، اي موضوع معاه بصمه طاقيه جواك، فاحنا بنعمل ايه بالتابينج؟ التابينج ده لو هنتكلم بقى الكلام اللي هو طاير، مش كلام بقى الوصله ضاع، لا، بيشيل الانرجيتك امبرنت، الحاجه اللي اتطبعت جوه اللي بتقول انا اتاذيت مأذيه، فانا بفضل ازعل لما افتكر وبزعل. لا، لما بنعمل تابينج عليها وحشتها دي، وبابا اللي عنده القصه ده سادنلي، هعمل 10 قصص بتاعته سادنلي، بلاقي نفسي مش فارق معايا بابا عمل ايه بقى خالص، كل قصصه مش فارقه معايا، انا دلوقتي عايشه كويس والحمد لله وكويسه، وبابا كان دي قصته بيحسب دي التربيه، بتلاقيه بيحصل لهم ريفريم، بيحصل لهم كلام بجد مش فارق معايا، حتى بوحشه الناس اللي حصل لهم اختصاص، ده راجل مش فاهم وراجل ايا كان بقى كان مشكلته، الحمد لله واللي حصل حصل، رضا، بيحصل رضا. هو I totally and completely accept myself، دي احنا ندرس فيها حته لوحدها، دي قمه الرضا. هو ما قالش ان هو يعني انا مش عشان حاجه، بس هو فعلا لما طلع وقال انا اصلا كنت دارس بيست كمان، انا فهمت، وهو كان بيفهمنا، هو عنده كميه عايز يخدم البشريه وكل حاجه عملها وربنا ساعده، وهو جميل جميل. فهو هي يعني كل فتفوته في القصه فيها سبب، وقد ما هي تبان بسيطه، يعني مشكله هي في تبان بسيطه قوي في الناس مش معبرينه، لكن هو قوي جدا. شكرا يا استاذه مرات. نازلي اتفضلي يا نازلي. كنت عايزه بس اقول حاجه يا ميرات، بتهيألي الحته بتاعت I love and accept myself دي مهمة جدا في التابينج، لما تفتكري الحاجة وتقعدي تقولي but I love and accept myself، فبالتالي دي مهمة انها تتقال.
يس، واحنا بنقولها بس في ناس من اول يعني ممكن تيجي تقوليها لصاحبتك دلوقتي تلاقيها ما تقدرش تقولها، فاحنا مثلا لو انا مع حد بقول لها تقدري تقوليها فممكن تقول لي لا، وفي ناس اول ما تيجي تقوليها تحس وشهم اتشقلب، اي دونت، انا اتقالت لي اي دونت لاف اند اكسبت ماي سيلف، وعياط عياط. فاحنا عندنا المخففات، ام اوكي okay. ممكن برضو واحده تقول لك نو ام نوت اوكي، انا تعبانه جدا انا متبهدله، بلاش اوكي okay. نقوم قايلين اللي بعدها ان شاء الله ربنا كريم حبقى اوكي okay. يعني بنفضل نبعد لورا لغايه ما يوم ما تيجي لي بقى بعد 5 سنين تقول لي لا ينفع نقول ام اوكي، تقول لي ده ينفع اقول اي لاف اند اكسبت ماي سيلف، احمدك يا رب يلا نشتغل. فعشان نوصل، ما دي رضا، رضا يا نازلي، ان انت مهما جرى يعني، بالرغم ان مثلا انا ما عنديش عين بعد الشهر، بالرغم ان انا فضلست اي لاف اند اكسبت ماي سيلف، انا لسه عايشه وكويسه، انا بحب واتقبل نفسي، وي اصلا اي توتالي اند كومبليتلي لاف اند اكسبت ماي سيلف، يعني المفروض انا بالكامل وبعمق، I totally and completely and deeply and profoundly هي كانت طويلة قوي love and accept myself، لكن sometimes بنختصرها كده I totally and completely love and accept myself، فهو كان كاتبها طويلة totally and completely and profoundly love and accept myself because it's all about love. لو حبينا نفسنا مهما جرى مش هنتوقع من حاجة، we accept ourselves وaccept كمان، ودي حاجة كبيرة جدا. فيا ريت يستعملوا دي طبعا، يا ريت. شكرا استاذه ميرات. في حد تاني عنده اي اسئله؟ احنا كده بقى لنا ساعه وعشر دقائق. يستخدم فيها الصوت واطي قوي يا دكتوره ليلى، عندي مشكله وعايزه اكسبت ماي سيلف، من اول ما تتعمل الواحد يكررها لغايه لما يبقى يحس ان هو بقت افكتيف. لو قررها كتير ممكن يوصل يبتدي يحب نفسه. ناس تمام. طيب ننهي الجلسه ونشكر الاستاذه ميرات على المحاضره الجميله دي. انا شخصيا ده موضوع اول مره اسمع بيه، وسعيد جدا ان انا عرفته، ننتظر من حضرتك كل شويه تقول لنا مش عايز اكبر، مش عايز اوسع، مش عارف ايه، معنى كده ان في حاجات كتيره يعني. من حضرتك تختاري لنا يعني تكملي الموضوع في محاضرات ثانيه ان شاء الله. ميرسي يا نازلي ان انت اقترحتي، انا يعني كنتش حاسه انه عايز اتكلم في روحانيات بس انت اقترحتي، بس نايس. لا حلو، انا هحاول الاقي لكم فيديو صغير كده، احط لكم وان فيديو هبعت لك يا نازلي لو انت ينفع، وان اور تو ثينجز بس مكتوبين وات داز اي على مش بتوعي، هحاول اشوف حاجه كده بسيطه لذيذه. وفي واحد من بتوع جاري كريج وترجم عربي جميل جدا. طب هايل، يا ريت.